ايش رايك انت يا ابو سالم؟ الباب من تحت ها؟ سبيك. سؤال يا حبيبي، سبب مشاركتك في زد رصيدك؟ سبب مشاركتي في زد رصيدك؟ شوف اللي معاده اثبات الموهبه. جميل. وين رايح؟ وين؟ يا اخي نريد هذه. هم عندهم احنا ما عندنا. الوصول اريد صاحب نفسه يا اخي. ايش تبغى بها الله ياخذه؟ يا اخي هو يريده. تبغى تريد انت؟ اي اريد. خلاص حتى شوي لين يجيبوا علي. والله العظيم يا جماعه الخير خليك وصح معك يا ولد، رجع لا الفعك على وجهك يا صبر الارض. قدير يا صبر الارض. اي فهمت. اقول لك عشان اصل بسرعه يعني. ريحتني انا بسرعه. يعني انت الحين ابو سالم ما شاء الله تبارك الله عنده موهبه. فمشاركته الغرض مشاركته انه يوصل للناس باسرع ويوصل صوته. مدام شاعر. ايه ترى شاعر والله شاعر. عيه يقول والله بنده من شاعر. عيه يقول والله ماني اكتب ولا الا كذب كذب. تعال يا بنده من العلم. لا 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 والله اعطاني بيتين بلا سبب. وش الحكمه انه ما يطلع هذا الشيء؟ ابو سالم هذه مرزه الحين هذا اللي داخل هنا كيف صح صح ابو سالم ايش ما خلطها بخلع في الخلاط اخلط اخلط خلط صحيح. وبعدين هذاك اللي داخل وش تسوي؟ وش يا ابوي؟ ايوه يا حبيبي. أي ايوه ابشر كل مجموعه الحاله، انا ما شفت احد ملخبط. الله يذكرك الشهاده يا عشير الغانمي. لفيت يبي لها وقت. اعطنا مخرجنا حبيبي اعطنا هنا ال يبيك تخمر. الله لغايه البيض شغالين زين لو زي الشباب. تبي نزيد مويه شوي؟ طيب كلام ضرنا بعدين. كلام كبير والله يا ابو سالم. البيت اقول كلامك كبير عن سبب مشاركتك حبيبي يا ابو.